أحبائي مشاهدي قناة الحرية وشركاء الصلاة في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج قوة الصلاة. ده وقتنا الأسبوعي اللي عودتنا فيه شاشة قناة الحرية إنها تجمعنا أمام عرش النعمة من أجل أن نصلي، من أجل أن نسكب قلوبنا أمام الرب واثقين في قوة الصلاة. النهاردة على قلبنا رسالة حملها الرب لأرمية، إني أحلك للخير. ده اللي على قلبنا عاوزين نوصله لشعب الرب في كل مكان. بيسعدني يكون شريك الرسالة الأخ الخادم المحبوب جدا لدي ولديكم، رجل الله مازن بطرس. أهلا بك يا أخي مازن. شكرا دكتور إكرام، شكرا أجل الفرصة العظيمة، وأمين نيجي نلتف حول الرب في هذا اليوم، جايين واثقين في شخص المبارك. أمين. إنه مرتب لنا وقت مميز. شكرا من أجل استضافتك إلي حبيبي. رب دايما متبركين بوجودك وسطينا، ومن خلال شاشة قناة الحرية هندخل بيوت هنصلي. أمين يسوع. ونحمل الخير اللي الرب بعته ليهم. أمين. من فضلك ابدأ لنا بالصلاة. أمين. يا رب أبونا الصالح، كم تشكر قلوبنا وتحمدك لأنك أنت خيرنا سيدنا، محدش غيرك. شكرا لأنه فيك نحن نتحرك ونحيا ونوجد. شكرا لأنك أنت إله الأمان الذي لا جور فيه البتة. يا رب شكرا لأنه كلمتك الحية قالت إن اجتمع اثنين أو ثلاث باسمك تكون هناك في الوسط، وإحنا جايين مجتمعين على اسمك، شاكرين حضورك في وسطنا، واثقين أنك أنت حاضر. يا رب قريب أنت من كل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق. إحنا جايين ندعوك، نطلبك، نمجد اسمك، نعظمك، نشكرك من أجل مراحمك وإحساناتك اللي هي علينا جديدة في كل صباح تتجدد. شكرا لأنه كثيرة بالحق أمانتك. نصيبنا هو الرب، هكذا قالت أنفسنا. يا رب جايين نحط أنفسنا قدامك، شعبك قدامك في هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، يوم الرب. بصلي باسم الرب يسوع مسحة خاصة، بصلي باسم الرب يسوع لمسة روحك القدوس توصل يا رب لكثيرين في هذا اليوم، بداية فينا. يا رب حاطين عينينا عليك، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله شخصك المبارك، واثقين فيك وعازمين أنه نمجد اسمك، ونعطيك كل إكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد، آمين. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب من أجل أنك حلتنا للخير. بشكرك يا رب لأنه مكتوب قولوا للصديق خير خير. أشكرك لأن كل الأشياء تعمل معا للخير. الخير هو أنت يا رب، الخير هو وجودك في حياتنا يا رب. قبل ما تتواجد في حياتنا ما كان في خير على الإطلاق، لكن وجودك في حياتنا حول كل شيء للخير. أشكرك وباركك وعظمك من كل قلب. تعالى يا رب افتح عيون عبيدك اللي بيشاهدونا يا رب، وصل ليهم يا رب هذا الحق، الحق اللي بيحرر، الحق اللي بيفك القيود، حلهم للخير يا سيد الرب. تعالى يا رب اوصل لكل نفس تعبانة، لكل نفس مثقلة، لكل نفس متذمرة، لكل نفس واقعة تحت الألم والضيق. تعال يا رب اعلن خيرك يا رب، اعلن خيرك للنفوس الغالية يا رب اللي انت مت من أجلها. بنسلمك يا رب، بنسلمك، بنسلمك يا رب الوقت اللي جاي علشان انت تعلن هذا الاعلان للنفوس يا رب، زي ما اعلنته الارميه يا رب، اعلنه لكل نفس بتشاهدني يا رب، المتذمر من مرض، والمتذمر من ظروف الحياه، المتذمر من العيشه واللي يعيشوها. تعالى يا رب انت اوصل اوصل اوصل، وصل له خيرك، وصل له مراحمك، وصل له محبتك ايها الرب الهنا. بصلي باسم الرب يسوع المسيح لأجل خاطر الدم اللي سفك على عود الصليب، واثقا يا رب أنك تسمع وتستجيب. لك كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين.
مشتاق إليك، مشتاق أنا إليك، مشتاق لحضنك ولمسة إيديك، مشتاق إليك يسوع، مشتاق أنا إليك، مشتاق لحضنك ولمسة إيديك. تعال يا رب في هذا الصباح، في هذا اليوم، احنا اشتياقنا اليك كما يشتاق الايل الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. اشكرك لانك انت من يروي العطش، اشكرك لانك انت من يشبع النفس المشتهية. أنت يسوع ابن الله الحي، مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. تقول معي مستحق، مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد لما نيجي، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. قل له معي، لما نيجي نقف قدامك يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يثبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلي حضورك يملى عيني يا يسوع، خلي حضورك يملى عيني يا يسوع، أتغير وأشوفك بالصورة الآن، أشوفك يسوع، أنظرك وحدك. خلى حضورك يملى عينيا يا يسوع، خلى حضورك يملى عينيا يا يسوع، نتغير وعنينا تشوف مجدك في وجه مكشوف، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلي حضورك يملى عنينا، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع، نتغير وعنينا تشوف مجد يسوع بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع. مستحق، مستحق كل المجد يا يسوع، اعلنها معي، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. مشتاق إليك، مشتاق أنا إليك، مشتاق لحضنك واللمسة إيديك، مشتاق إليك يسوع،
مشتاق انا اليك، مشتاق لحضنك ولمسة ايديك. الكتاب المقدس بيقول كل اللي بيشتاقوا ليسوع بيتلاقوا مع يسوع، وكل اللي بيطلبوا يسوع بينالوا يسوع، وكل اللي بينظروا ليسوع يسوع يكشف ذاته لهم. هذا حضور الرب اللي بنقدر نتلامس معاه في هذا اليوم. واحنا بنقول الترنيم اللي جاي بتقول ما احلى حضورك ربي، ما ابهى جمالك يسوع. حابة اقول لك في هذا الصباح، في هذا اليوم، انت بتقدر تطلب حضور يسوع في المكان اللي انت فيه، ورح يجي يسوع في المكان اللي انت فيه، لانه الله روح، وروح الله سائد وموجود في المكان اللي بيطلبه الشخص، وهو قادر يوصل لك في هذه اللحظات. ما عليك إلا تقول له تعال يا روح الله، أنا بطلب حضورك الآن. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أعلنها، ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع، أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أعبدك، أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق. أعبدك، أرفعك، أسجد لك بالروح وبالخاطر. تعرف لقائنا في هذا الصباح اسمه قوة الصلاة، وفي الصلاة في قوة، لأنه في الصلاة هي صلة مع الله. يا ترى تواصلك مع الله مبني على إيش؟ إذا تواصلك مع الله مبني على اشتهاء قلب أن يتلامس مع الله، رح يتواصل معك. وأنا بصلي تكون هذه طلبتك في هذا اليوم. داود في العهد القديم قال واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب. اجعل هذه طلبتك، وبقية الأشياء تزاد لك في هذا الصباح، في هذا اليوم. يلا قول معاي، واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. واحدة، واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. مريض أنا بحبك، مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. مريض أنا بحبك يسوع، املأني الآن بفيض روحك. أعبدك، أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق. أعبدك يسوع، أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. ما أحلى حضورك، ما أحلى حضورك ربي، أحلى من العسل. ما أبهى جمالك يسوع،
بالنيابة عن أسرة قناة الحرية، كل خدام قناة الحرية سواء الخدام اللي قدام الكاميرات أو اللي ورا الكاميرات، بالنيابة عن أسرتي بقدم خالص العزاء لشعب الرب في كل مكان. في سفر القسيس صمويل بنيامين للسماء، مش بحمل التعزية بس لأسرته ولأحبائه في لندن، لكن حقيقة بحمل التعزية لكل شعب الرب محب الرب يسوع في كل مكان. الكل، كل من عارف القسيس صمويل أو حتى اللي معرفهوش، مجرد لما بيبصوا على صورته حقيقة المسيح باين في وشه منور. خلص خدمته بسرعة وسافر للسماء. عزقنا أنه الآن مع المسيح جاء وقت تتويجه، جهاده وإن بدأ أنه سنوات قصيرة لكن هو كمل السعي وحفظ الإيمان، وجي الوقت اللي يكون فيه بيتوج في السماء. هو مؤكد في ملء الفرح، لكن كل أحبائه بيعصرهم حزن، حزن الفراق. عزقنا إن الرب قريب وقريبا سنكون في السماء مع كل أحبائنا. مش بس بحمل تعزياتي، لكن بعلن عن مسؤوليتي وبحمل شركاء الصلاة برنامج قوة الصلاة مسؤولية الصلاة من أجل أسرته. بصلي من أجل بنتي بترا زوجته، من أجل الطفلة الصغيرة، من أجل أخويا الغالي شريك الخدمة القسيس سامح متري، أحد خدام قناة الحرية، خدام الرائعين ربنا استخدمهم، بيستخدمهم كل مكان في العالم، وخدمته الأساسية في لندن، أختي ميرفت، الكل. الحقيقة أنا مسؤوليتنا إن إحنا نصلي من أجله. الموقف ده مفيش حد يقدر يسند فيه غير الرب يسوع بنفسه. بنصلي من أجل تعزيات الروح القدس، من أجل زيارة إلهية خاصة للأسرة، لبترا، لسامح، لميرفت، للوالدة، للوالد، لكل أحبائه، يجي ويلمس ويعزي. ومرة تاني عزقنا قرب مجيء الرب، وعزقنا إن مش دي النهاية، لكن ليس موت لعبيد الرب بل هو انتقال. ده تتويج، جاء وقت تتويجه. يا رب برفع صلاتي من أجل الأسرة، برفع صلاتي إنك تيجي يا رب بتعزيات الروح القدس وتملأ قلوبهم. أنا واثق يا رب إنك أنت سندهم، ما فيش حد يقدر يسندهم غيرك. كنت أحب أبقى معاهم في ذلك الوقت، لكن أنت معاهم يا رب، أنت معاهم، معه أنا في الضيق. نعم يا رب، أنت معاهم، أنت السند، وأنت اللي تعرف تعزي قلوبهم يا رب تعزيات روحك. كل الكلمات تعجز يا رب نقول إيه، لكن أنت يا من انتصرت على الموت، يا من قمت من الموت ظافرا معلنا إنك أنت القيامة والحياة، يا رئيس الحياة. هللويا. توصل إليهم، تعزي قلوبهم يا سيد الرب. نعمة أيضا يا رب بنتنا بترا من أجل إنها تكمل الرسالة يا رب، تكمل الرسالة. أمين. وتكمل القصد والدعوة اللي أنت دعوتهم إليها. بستودع يا رب الكل بين إيديك، أنت وحدك الإله الأمين، أنت وحدك اللي تقدر تحفظهم يا رب غير عاسرين، كما لخالق أمين. هللويا. في عمل الخير ليك يا رب كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. 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 دكتور إكرام، إذا بتسمح لي أنا بس مشغول هيك وإنت بتصلي من أجل الأحبة،
بحب أضم صوتي لصوتك كمان بتعزيات الروح القدس اللي توصل لقلوبهم. أمين. بالانتقال وبالموت أكثر الأحيان الكلام ما بفيد، لكن الصلاة اللي بتفيد أكثر. وأنا على قلبي بس أقرأ من كلمة الرب، وبصلي تكون توصل لهم كسبب تعزية. أمين. من كلمات لربما معروفة عند كثيرين منا، لكن شاعر بالروح القدس إنه الرب عايز يوصلها ليهم ولأحباء كثيرين لربما متألمين حول العالم. نعم. في هذا اليوم من مأخوذة من تسالونيك الثانية والإصحاح الرابع. نعم. ومن العدد رقم 13. نعم. بقول هذه الكلمات: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون في كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم البعض بهذا الكلام. أمين. أمين أمين أمين. ده عزقنا، ده عزقنا إن الرب قريب جاي، وإحنا الأحياء مش هنسبق الراقدين. بنحمل هذه التعزية لأسرة أحبائنا الغاليين في لندن، وبنحملها أيضا لكل شخص بيشاهدنا، فقط شخص عزيز عليه. أمين. المسيح انتصر على الموت. نحن نحزن ولكن ليس كالباقين. أمين. الباقين الذين ماتوا بدون خلاص، بدون المسيح، لا رجاء، لا رجاء. لحظة موتهم هلك رجاءهم، لكن بالنسبة لنا إحنا لي اشتهاء أن أنطلق. هللويا. وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. هللويا. الموت لم يعد موت، لأن المسيح انتصر على الموت. المسيح قام منتصرا كاسرا شوكة الموت، فأصبح شهوة اشتهاء، ذاك أفضل جدا. أمين. أخي مازن، هنا هسألك أول سؤال وأصعب سؤال. النهاردة ربنا حاطط على قلبك توصل الرسالة اللي ربنا اداها الأربياء لما قال له إني أحلك للخير. أيوة. في مواقف تبدو إنها مش للخير. كل وعود الكتاب لينا خير. داود أدرك ده وقال خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. نعم. وقال بكل وضوح قولوا للصديق خير. نقول له إيه؟ يعني إذا كنا عاوزين نحمل كلمة لأسرة أخويا الغالي الأسيس سامح متري، هنقول كلمة خير، نلخص كل حاجة خير. وده اللي قاله بولس بكل وضوح، كل الأشياء في رومية 8 تعمل معا للخير للذين يحبون الله. والسؤال اللي عاوز أسأله لك، فين الخير في انتقال شاب صغير جدا عنده طفلة شهور للسماء؟ فين الخير في مرض إنسان مخليه متألم مش قادر يقوم مش قادر؟ فين الخير في مشاكل صعبة كتير بتواجه ولاد ربنا؟ وإن كان هو كان واضح في العالم سيكون لكم ضيق، فين الخير في ذلك الضيق؟ تعرف السؤال اللي بسأله لك. دكتور إكرام، أنا أصغر جدا من أنه أقدر أجاوب سؤال كبير بهذا القدر، بس بقول لك من اختبار شخصي عندي. كثير من الأحيان إحنا ما منقدر نفهم الأمر لما بيصير،
محواه أو إدراك قديش العمق أو البعد أو الارتفاع أو الطول أو العرض من الأمر اللي بيصير، خصوصا في أوقات الألم. بس اللي بالنسبة إلي فين الخير بأمور زي هيك؟ أمرين مهمات. الأمر الأول إنه أدرك سيادة الله في أمور مثل هذه المواقف. إنه في شيء أعظم مني وأكبر مني، وهذا الأمر إنه يوجهني وينبهني لهذا الشيء. طبعا هذا ما بترجم فين الخير، لكن بترجم فين الخير إذا بقدر أقولها بهاي الطريقة. ليش؟ إيش بقول؟ إنه طبعا الواحد ما بقدر ينقص من الألم في أمور مثل هيك، لكن ما ندركه من هذا الأمر إنه في سيادة لله، وفي أبعاد إلهية، أعماق إلهية إحنا مش ممكن نفهمها. بس في شيء تاني إنه بأمور مثل هيك الله بوجهنا إله، فحتى ننظر له. يعني طيب الذكر الأخ المحبوب سامويل اللي انتقل، هو عرف الخير، اكتشف الخير، وهو في الخير الآن. وهو يعني هذا شيء بيطمن، لكن الجزء اللي بتألمه أكثر بالرغم من ألم المؤمن وقت الضيق. كلنا بنتألم وقت الضيق. أنا فقدت والدي وأنا صغير ومتألم بعد سنين للفقدان. بس اللي بيطمننا إنه نعم سيادة الله رقم واحد، رقم اثنين إنه في ضمان في الله للي بيعرف الله وبيلتجئ له، خصوصا لما يصير أمور مثل هيك، لأنه الله بنبهنا انتبه، في إله عظيم، في سيادة، وفي ملجأ إليك تقدر تضمن حياتك الأبدية في أمور مثل هذه الأمور. أمين 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 يا أخي مازن. خليني كمان أضيف يعني على اللي أنت قلته بالضبط، يعني أني في ثلاث حاجات لازم ما ننساهمش. ثلاث حاجات زي ما قال أخوي مازن، هو صاحب السلطان، هو ما فيش حاجة بتحصل من وراء ظهره، هو نمرة واحد كل القدرة، حافظ كل الأشياء بكلمة قدرته. نمرة اتنين هو كل المحبة، يعني كل المحبة، هو المحبة، هو تمام المحبة، هو أعلى مقياس للمحبة. نمرة تلاتة هو كل الحكمة. نحط التلاتة دول جنب بعض ونقول قولوا للصديق خير، قولوا للمتألمين خير، قولوا للي مش فاهمين خير. لست تفهم الآن لكنك ستفهم فيما بعد. طب لغاية لما تفهم مطلوب منك إيه؟ تثق في التلات حاجات دول. إلهي يسوع كل القدرة، يقدر سيادة. يعمل كل حاجة، سيادة وسلطان، يقدر يعمل كل حاجة، يقدر يقول للميت قوم، يقدر 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 بلمسة يشفي من كل مرض، يقدر كل القدر. نمرة اتنين كل المحبة، يعني هو قدير وهو محب. لكن في حاجة تالتة مهمة جدا، ان كل الحكمة، فهمه أعلى من فهمنا. عشان كده الرسول بولس قال في رومية 12 ما أبعد أحكامه عن الفحص. مين أنا كإنسان بإمكانياتي المحدودة أني أفحص أمور الله وأحكم عليه؟ يمكن بحسب حكمة الإنسان المحدودة في علامات استفهام كتير، لكن بالإيمان والثقة في إلهنا الصالح اللي قال الأخ مازن من اختباري، وأيضا أنا بقول من اختباري، أنا ليا سنين طويلة مع الرب، أنا أكتر من 40 سنة، أكتر منك شوية أخ مازن؟ لا أكيد. لكن من السنين الطويلة اللي اختبرنا فيها الرب نشهد ونبصم بالعشرة، أنا ببصم بالعشرة والأخ مازن بيبصم بالعشرة معايا، إنه ما بيغلطش حقيقة، إنه صالح، إنه أمين، إنه أحلنا للخير، إن كل الأشياء تعمل معا للخير. أخ مازن في ناس كتير تعبانة، وتواصلي مع الناس في هذه الأيام بيوصلني منهم إحنا تعبانين. عشان كده أنا فرحان إن النهاردة
بنوصل لهم الرسالة دي، إني أحلك للخير. إيه على قلبك توصله لشعب الرب؟ بكل بساطة دكتور إكرام، يعني لما بدينا نفكر بالحلقة وحبينا نحط عنوان الرب لمع هذا الشيء قدامي، نعم، واللي لح هذا الشيء لما حط أرمية 15-11، الآية مأخوذة من أرمية إصحاح 15-11، إني أحلك للخير. نعم. إنه لربما هذا بجزء يكون محور الحلقة بالكامل. كثيرين من البشر منتطلع للخير وكأنه شيء، أعطيني أشياء هي خير. نعم. لكن اللي الرب بده ينبهنا إليه إنه الخير مش أشياء، الخير شخص. نعم. إدراكي لهذا الشيء واستوعابي إله، وبجزء أتجرأ أقول إنه الرب يعطينا استنارة في هذا اليوم رح يغير منظورنا للخير. نعم. ونشوف إنه الله عازم، لا بل أحل كثيرين للخير، وعازم في هذا اليوم إنه ينقل ويحل كمان آخرين للخير. أمين. إنه إذا بتطلع على أرمية، وبديت لما الرب قدامنا هاي الآية بديت أدرس شوي بأرمية، العصر اللي كان عايش في أرمية في هذاك الوقت يشبه عصرنا الحالي من ناحية الضيق والألم والمصاعب، وكان زمن صعب جدا. نعم. صعب جدا 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 جدا. نعم. جدا. لكن في وسط الصعب جاء الله من خلال النبي أرمية وقال له أني أحلك للخير. وبتعرف اليوم إذا نظرنا نظرة عمودية لفوق، الله عايز يحلنا للخير. والخير بمزمور 16 قال داود عن الخير، ما قالش الخير من الرب، قال لأنك أنت خيري سيدي لا شيء غيرك. نعم. واللي عجبني باللي حضرتك قلته من دقائق، إنما خير ورحمة يتبعاني. بتعرف إيش سبقها؟ واحدة سألت من الرب أن أسكن في بيت الرب. يعني الرب هو الخير. نعم. وأنا إذا مش عايز إنه نفلسف الأمور، لكن بكل بساطة اليوم الرب عايز يوصل لك برسالة وعايز يوصل لك برسالة. نعم. والرسالة إنه هو عايز يحلك للخير، والخير هو. نعم. فتعال اتعرف عليه اليوم، وتعال إلجأ إليه، وتعال اركض إليه اليوم. كلام مهم جدا اللي بتقوله يا أخي مازن، وأحب كل اللي بيشاهدونا يفهموا الأمر ده. الخير مش الأشياء، لكن الخير هو الرب نفسه. يمكن عشان أوضح لك، البعض كان يظن أن الخير في أنه يكسب فلوس كتير، وكسب فلوس كتير، واكتشف أن الفلوس هي سر شقائه بعد ما كسب الفلوس الكتير. البعض كان يفكر أن الخير هو الهجرة لأمريكا، وجي هنا أمريكا، وبسبب مجيئه أمريكا الأسرة ضاعت. فالخير مش في الأشياء، الخير مش في الأشياء، الخير في الرب نفسه، في الرب نفسه. وده اللي بنحمله ليك. هل الرب موجود في حياتك؟ إذا كان الرب موجود في حياتك كل الخير ليك، إذا كان الرب مش موجود في حياتك مالكش نصيب، مالكش في الخير نصيب. أخويا الغالي، أختي الغالية، من له الابن له الحياة، له الحياة وليه الخير وليه كل شيء. واللي ليس له الابن ملوش في الخير نصيب. أمين. بصلي أن يكون ليك في الخير نصيب، والخير هو، أنا عاوز المشاهدين يقولوا، قول وانت بتسمعني، والخير هو يسوع. الخير هو يسوع. يسوع. الخير هو يسوع. هللويا. دكتور إكرام، أنا عايز أسألك سؤال وبسأله للأحبة، معلش. تفضل. أنه خير أكتر؟ إيش هو خير أكتر؟ نعم. تكسب مليون دولار أو يكون عندك سلام داخلي؟ ويعمل إيه المليون دولار؟ الخير مش أشياء. نعم. الخير هو شخص بيعطيك تملك اللي أعظم من الأشياء. عظمة إلهنا واللي بيميزه عن باقي الآلهة الأخرى إنه هو إله حي. نعم. كنت بتأمل مع بعض الأحبة قبل كم يوم، بقول كثير من الأحبة اللي من خلفية غير مسيحية
وبعض الأحبة اللي سامحني بالكلمة متدينين لربما عندهم شوية إشكالية بالله الآب الله الإبن الله الروح القدس. لما إحنا منقول باسم الآب والإبن والروح القدس إحنا ما منحط ثلاث آلهة، إحنا منقول عن إله واحد جامع. بس اللي بيعجبني بإله الحي، لأنه إله حي، الله الآب الله الإبن الله الروح القدس، ثلاث أقانيم بإله واحد. الله الآب خلقني، الله الإبن خلصني، والله الروح القدس معي في هذه الحياة حتى أوصل للآب، حتى أوصل للخلاص الأبدي اللي هو بعد ما أنتقل من الجسد. واللي عايز أقوله اليوم، تعرف روعة إله الحي كيف بهو بضمن لي الخير كل يوم؟ إنه أعطاني شخص الروح القدس يكون فيه ماشي معاي، وهو بيأمن لي. يعني واحد من الأشياء اللي بتشجعني إني أحلك للخير. طب إيش الخير؟ الخير إنه أعرفه، الخير إني أعيشه، والخير إنه أنال ثماره. طب إيش ثمر الله الروح القدس؟ فرح، محبة، فرح سلام، سلام. طول أنا عايز تنحل هذه الأمور. اليوم تقدر تنحللها من خلال تعرفك على شخص الرب يسوع. وإذا أنت شخص مؤمن، من خلال إنك ترجع وتتعرف، معلش سامحني بهاي الكلمة، تتعرف على شخص الله، روح الله القدوس. وهذا شيء لربما إذا بدي أشخص، بتعرف أرمي قاعد أشخص الحالة اللي كان فيها الشعب لما كان في لما بالعصر اللي هو كان فيه، وكانت حالة مزمنة جدا. لكن وجههم لالله. أرمية 29:11 بيقول: لأني عالم الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار خير 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 وسلام لأعطيكم آخرة ورجاء. تعرف، وهذا بالزمن الصعب أفكار الله ما زالت نحوي ونحوك، عايز أحلك للخير، لأني عالم الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار خير وسلام لأعطيكم آخرة ورجاء. أمين أمين أمين. سألت سؤال وأنا عاوز أجاوب عليه من واقع خبرتي. أيهما أفضل، مليون دولار ولا سلام؟ سلام، إني أنام بسلام أضجع بل أيضا أنام. هو طب المليون دولار ده مش هيديني السلام؟ بنقول من خبرتي، يمكن بحكم عمل الآن بتقابل مع ناس، المليون دولار ده يعني 10 صاغ بالنسبة لهم. يمكن المصريين نسوا يعني 10 صاغ، لكن أنا فاكر يعني 10 صاغ. 10 صاغ المليون دولار بينات، فول سوداني، شوية لب. وبفتكر ناس كنت بخدمهم في مصر في قرى ما عندهمش حاجة خالص، لكن عندهم سلام وفرح ما شفتوش عند أصحاب الملايين. أشهد أمام الرب إن كل ملايين العالم لا تعطي قلب الإنسان لحظة من السلام. لكن الذي يعطي قلب الإنسان السلام هو رئيس السلام، ملك السلام، رب السلام. هل تعرفه؟ هل هو موجود في حياتك؟ هل هو موجود في بيتك؟ برضو سؤال أنا بسأله لك. أنت بتقول بيتي يعني جحيم، في ناس بيوتهم يعني قطعة من الجحيم، ما فيش أي سلام، خناقات واضطرابات وانزعاج وكل حاجة، قطعة من جهنم بيتهم. هل سمح لرب السلام ورئيس السلام يدخل بيتك؟ مازن مش عاوز مليون دولار ولا 10 مليون دولار ولا 100 مليون دولار، أنا عاوز سلام يسوع يملأ حياتي. مجدا للرب. دكتور إكرام، على كلام حضرتك، أنا عندي وظيفتي، والرب أكرمني بوظيفة فيها بقدر أعاشر كثير من البيزنس بيبل. اللي بشتغل معاه حاليا هو ملياردير، بليونير. بقالي معاه تقريبا 17 شهر يعني شركة جديدة وشخص جديد. عايز أوصلك لشيء، أنا شغلي خدمتي، هو زي حضرتك وظيفتي خدمتي. أنا ما يعني
بشتغل عشان هاي خدمتي، هاي مجال خدمتي، وبقية المجالات بحبها يعني بس خدمتي وظيفتي، خدمتي وظيفتي. وأنا شاركت دخلت بهاي الشركة والرب شاهد على هذا الكلام لسبب واحد، والسبب إنه أنا بحب هذا الشخص وحاب أعرفه على الرب. اسمعني، بعد ما تعرفنا على بعض ويعني هو قعد تقريبا 4 شهور عايزني أجي لعنده على الشركة إنه أشتغل معه، ودخلت معه. بعدها زي 4-5 شهور تعرفنا على بعض كثير، وطبعا أنا بعيش يسوع معهم قبل ما أحكي عن يسوع، بعيش يسوع إنه بدك يسوع محبة، عيش محبة معهم. بدك يسوع فرح، عيش فرح معهم، يعني مش تمثيل لكن حقيقة، عيش نفسك. بعد 4-5-6 شهور الرب وضع على قلبي إنه أعطي هدية، يعني وبدأت أصلي إيش يا رب اللي أعطي الهدية له، لصاحب الشركة ولزوجته ولأبوه، يعني والرب حط على قلبي قال لي أعطيهم كتاب مقدس. يعني في كتاب مقدس بأمريكا اسمه جون ماكسويل بايبل. ما بعرف إذا حد، إذا أنت بتشتغل بمجال القيادة، أنا بشتغل بمجال القيادة الليدرشيب. جون ماكسويل يعتبر من أعظم الكونسلتنس فور ليدرز، هيز كوتش ليدرشيب كوتش، وكتب، هو مؤمن، هو أسيس كتب كتاب مقدس. طبعا مش كتب، مش أعاد كتاب، هو كتب الكتاب المقدس، بس في تعليق في بداية كل إصحاح وبداية كل كتاب من العهد القديم والجديد من أبعاد leadership principles. you know القصة طويلة، بس اللي عايز أوصل لك إياه، لما الرب أعطاني الفكرة وأعطاني الجرأة، لأنه بتعرف أنا ما بعرفوش لفترة طويلة، وبتتطلب نوع من الجرأة طبعا. بس طبعا أول شيء بتتطلب نوع من الحساسية لروح الله إنه تعملها بالوقت الصح، قيادة إلهية، قيادة إلهية. فرحت أعطاني الرب الجرأة، وبعدين هذاك الصباح الرب أعطاني فكرة، قال اكتب على الكتاب المقدس بالصفحة الأولى الإهداء. فأنا أهديت، كتبت إله، وكتبت واحد لزوجته وواحد لأبوه. يعني كتبت على الإهداء الآية من يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله، وحطيت اسمه بدل ما أحط العالم. ولزوجته حطيت اسمها بدل ما أحط العالم. جميل. دخلت عنده على المكتب، أهديته الكتاب، ولو أول ما فتح الكتاب اتطلع شاف الإهداء صار يبكي. بقول معقول في هيك إلي؟ وهو ملياردير أمام يسوع. اللي قصدي أقوله، اللي بتقوله حضرتك مش من بعد، أنا بقول لك يا من اختبار شخصي. لما بتقول على الملايين، أنا بعرف مرة كنت مع أخ خادم، معلش أقول لك هذا الاختبار كمان، أنا مسموح لي مش كده أشارك بكل أريحية. فبقول له نتكلم عن الرب، وبقول له يعني اللي مع الرب حتى لو صعب أحسن من كل العالم، والرب أحسن من $1,000,000. تعرف جوابه صعقني، تعرف إيش كان جوابه؟ بقول أنا عايز الرب وعايز $1,000,000، عاوزهم الاثنين، عاوزهم الاثنين. ناس كتير باللي بيشاهدونا بيقولوا كده. وهون الرب ينظر إلى دافع قلبي. وتعرف الأحبة من خلفية أخرى بقول لا شريك له، إحنا الرب عندنا لا شريك له طبعاً. إنه الرب أعطانا كل شيء بغنى، وأنا مش بقولها من ناحية تعليمية بس، من أو من ناحية نظرية، لا فعلاً الرب أعطانا كل شيء محتاجه. بس اسمع، قال يا ابني أعطيني قلبك. حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك. أو حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. أنت اختار أي واحدة بدك إياها، بس مش ممكن تقدر. أنا بقول هاي للأحبة، إذا أنت بتقول أنا عايز الاثنين، لا الرب ما عنده مساومة على الاثنين، إما الرب أو العالم. واللي الرب عايز يحله للخير والخير الكامل هو اللي حاط يسوع ومنشن على يسوع وحده. وإنت بتتكلم يا أخي مازن فكرتني بترنيمة مصرية قديمة، مؤكد أنت ما تعرفهاش، يعني لو تعرفها ترنمها كتير. كلماتها بتقول إيه؟ يا أجمل هدية من السماوات، يا أعظم عطية لكل المخلوقات، يلي اسمك غالي عليا وكلامك نور لعنيا، أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. ما تعرفهاش الترنيمة؟ بعرفها. يا بتعرفها، صدقني تقدر تقولها معايا أخويا الغالي. آمين يسوع. يلي اسمك غالي عليا، أنت حظي، أنت نصيبي، حمال وقعت لي في النعماء، ف
فالميراث حسنا عندي. هللويا. كفاية وجودك في حياتي، أنت الخير وأنا عايش فيه. مجدا ليك يا رب. أنت خيري وعزي، مش عزي مالي ولا عزي صحتي ولا عزي ناسي، لكن كل عزي بيك يا رب. بصلي رب يفتح عينيك، وبصلي أنك تكون اخترت الاختيار الحسن. معنا الأخ عماد من مصر، أهلا بيك يا أخ عماد. أهلا بحضرتك دكتور إكرام والأخ ماذا، رب يعيدكم بالقوة. أهلا بيكم. شكرا لك يا أخ عماد. باسم الرب يسوع، بصلي باسم الرب يسوع أن النفوس تتعرف على شخص المسيح. أمين. خير ورحمة. أمين. يتعاني كل أيام حياتي. يا بختك لو فوزت العقل بجيت تنادي بشخص المسيح. أمين. فعمل الرسل لما الرسل جلدوهم وعوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، لكن الكتاب بيقول وأما هم فذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستهلين أن يهاجموا من أجل اسمه. مستحق أن احنا ننادي عشان الدم اللي كان على الصليب. وبمناسبة مبلغ المليون دولار، على فكرة مبلغ محترم طبعا، ناس كثيرة تتمناه، بس اشتغلت بأي من جوايا مثل العبد الأمين لما قال طوبى لذلك العبد جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. إحنا ورثة مع ملوك ورب الأرباب. شكرك يا رب. لو بتناديه ناديت باسم الدم الغالي، ناديت بشخص المسيح، وناديت بقوة الصليب اللي حواليك، وتقول ذوقوا وأنظروا معطي بالرب. ما عادش في وقت الأحداث حوالينا صعبة، والعالم كله أصواته عالية، وإحنا حاسين إن مجيء الرب خلاص قد اقترب. نعم. زي ما يقول الكتاب لأن مشتاقين لمجيء الرب، ولأن مثقلين، تعبنا من الغربة، تعبنا من الأحداث اللي حوالينا، منتظرين رحمة ربنا إن أنت يدينا جسد ممجد لكل نفس تعبانة، لكل نفس بتقن، حتى النفوس اللي بتركض حوالينا، ده هو الرجاء اللي إحنا عايشين عشانه. فأي لحظة يبقى أنا رسالتي خلصت. وأطلب في الآخر مع الأخ مازن، يا ريت لو وقته يسمح نسمع ترنيمة جميلة تقول خلاص اصطلحنا مع الآب لما تشد الحجاب، ترنيمة محبة أبدية. أتمنى الصحة لكم. أمين. ربنا يباركك يا خامز. ما كانش مرة دي ومرات تانية بنعمة الرب. هللويا. يا أجمل هدية من السماوات، يا أعظم عطية لكل المخلوقات، يلي اسمك غالي عليا وجمالك نور لعينيا، يلي اسمك غالي عليا وكلامك نور لعينيا، أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. جويني يا يسوع جويني، خدني للسماء وديني. جويني يا يسوع جويني، خدني للسماء وديني. أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. يا رب البشري يا أعظم نصيب، يا غافر ذنوبي بدم الصليب، دمك يستر كل عيوبي، طهرني وغفر لي ذنوبي، دمك يستر كل عيوبي، طهرني وغفر لي ذنوبي. أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. قويني يسوع، قويني يا يسوع قويني، خدني للسماء وديني، خدني للسماء وديني. أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. يلا قول معي، قدسني بروحك، افتح لي الطريق.
خليني بقربك يا أعظم صديق، قدسني قدسني بروحك تحلي الطريق، خليني بقربك يا أعظم صديق واتمتع بجمالك ربي واشرب من ينبوعك دايما، واتمتع بجمالك دايما واشرب من ينبوعك دايما، عايز ادخل كنعان انا داخل كنعان. قويني يسوع قويني يا يسوع قويني، خدني للسما وديني، قويني يا يسوع قويني، خدني للسما وديني، انا داخل كنعان انا داخل كنعان. يلا نقول سوا، عايز ادخل واجاهد واحمل الصليب وابشر الخاطي بخلاص الحبيب، عايز احمل واجاهد واحمل الصليب وابشر الخاطي خلاص الحبيب، وأنادي زي السمرية تعالوا شوفوا مسيا، وأنادي هللويا تعالوا شوفوا مسيا، أنا داخل كنعان أنا داخل كنعان. قويني يسوع قويني يا يسوع قويني، خدني للسما وديني، قويني يا يسوع قويني، خدني للسما وديني، أنا داخل كنعان أنا داخل كنعان. يلا قول معاي، مين يقدر عن حبيبي يسوع؟ لا شدة ولا ضيقة، لا عطش ولا جوع، من يقدر يفصلني عن حبيبي يسوع؟ لا شدة ولا ضيقة، لا عطش ولا جوع، هو اللي ناقشني عكفه، هو اللي سابيني حبه، هو اللي ناقشني عكفه، عايز ادخل كنعان انا داخل كنعان، قويني يا يسوع قويني، خدني للسما وديني، كنعان أنا داخل كنعان. بشكرك بشكرك، أنا عارف وجهتي، أنا داخل كنعان، هللويا، أنا ماشي في طريقي للسما. سبقنا ابني الغالي القسيس صمويل، لكن أنا ماشي في نفس السكة، وانت يا مازن ماشي معانا في نفس السكة. هللويا. انا مش عارف كل اللي بيشاهدونا ماشيين في نفس السكة، ولا في ناس ماشيين في طريقهم للجحيم والهاوية. إذا كنت ماشي مع المسيح دي وجهتك، إذا كنت ماشي مع إبليس مش دي وجهتك.
لكن أنا داخل كنعان. مين؟ طالت أثرت أنا ده الخير. يسوع خلاصي، يسوع حياتي، يسوع ضماني. تسألني أنت ضامن؟ آه يسوع ضماني، لأني عالم بمن أمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. بتمنى أن دي تكون وجهتك. معانا الأخت نهال من إنجلترا. أهلا بيك يا أخت نهال. سلام ونعمة يا أخويا الغالي دكتور إكرام، برحب بحضرتك وبالأخ المبارك مرنم إسرائيل الحلو الأخ مازن. وفي البداية بتحد مع حضراتكم في تقديم التعزية لكل أهل حبيبنا الشاب القسيس صمويل، وأنا طبعا بعرفه شخصيا وكنا بنرنم مع بعض في برنامج في محضري. وأنا بالفعل بقول كلنا معزون متعبون، لكن صلاتنا هتعمل فرق. صلاتنا مهمة جدا، وخليني أقول ضروري جدا جدا. كل الكنيسة عندنا في مانشستر معاكي في الصلاة، انت وابنك، وهو غالي جدا على قلب الرب، واكيد هو هيعتني بيكي وهيديكي قوة وسندة ومعونة، وشايفاكي وانت بتشددي غيرك كمان لانك قوية وايمانك رائع ومشهود عنه. الرب يعني بجد يعني يوصل تعزياتنا كمان للاخت الغالية الوالدة الأخت نادية اللي كمان هي نفسها أرملة، وكان صمويل حبيبي هو السند ليها في هذه الحياة. رب يرسل تعزيات ليكي كأم جاس في نفسها فيه، والرب قادر أن يعين حضرة القسيس سامح وحبيبة قلبي مربت، ويوصل بتعزيات الروح القدس ليكم في هذا الوقت العصيب. وبالأمانة يا دكتور إكرام ويا أخ مازن، بشكر الرب من أجلكم لأنكم فتحتم الفايل الشائك ده بتاع أن إلهنا صالح وأمين وما بيغلطش، لأن الواقع مؤلم لناس كتيرة جدا في هذا الزمن. وطبعا إبليس عدو الخير كعادته بيحب يصطاد في المية العكرة، وعمالين نسمع عن إحصائيات عمالة تزداد في الإلحاد. فأنا بصلي لكل مشاهد من كل قلبي اللي واقع في الحتة الشائكة دي، وكأن اللسان حاله إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه، أو أساسا هل الله موجود؟ وأنا النهاردة عايزة أقول وبملء الفم لكل متألم من على منبرك يا دكتور إكرام، إحنا مش بنقلل من قيمة وجعك ولا بنستهتر بألامك. نعم. نعم. ولا حتى جايين وعاملين حلقة مخصوص عشان نبرأ الله من التهم اللي عليه، حاشا. لكن عايزين نقولك صدقني هو مش إله سادي ولا يتلذذ بعذاب البشر، لكن لو فهمنا كل اللي بيسمح بيه مش هنقدر. نعم. صدقوني مش هنقدر، لأنه هيفضل هو الإله الغير محدود، وإحنا هيفضل عقلنا محدود. اوعوا تصدقوا إبليس الكذاب أبو الكذاب، تعالوا نصدق يسوع الصالح الأمين. فما أبعد أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. وشوفوا وصف الكتاب الدقيق، كما تبعد السماء عن الأرض هكذا تبعد أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. بس الأخبار السارة اللي جايين نزفها، وده مش كلامي المنمق الشيك اللي إحنا يمكن مختارينه، لأ دي كلمة الله الحية، وهي هي أثبت بتقول كلمة الرب في هذا الصدد إن أفكار الله من تجاهنا أفكار سلام لا شر. نعم. أيوة أفكار سلام لا شر، ومش كده وبس، تكملت الآية أكتر من روعة، ليعطينا آخرة ورجاء، وهو ده مربط. نعم. الفرس. صدقوني الحياة طالت أم قصرت حتما ستنتهي، 70 أو مع القوة 80 سنة حتى 100 سنة، لكن الأهم هو حياتنا الأبدية. فبصلي من كل قلبي ان كل اللي بيتنقلوا من هذه الحياة فجأة قدامنا وبدون سابق انذار يكون بيدينا حياة الاستعداد لهذه اللحظة، مش حياة الإلحاد، حياة الاستعداد، لانه مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. ولو انا لسه بعاند صوته
وبعيد عنه صدقوني مخيف مخيف مخيف. بصلي كمان مرة آخر كلمة هقولها، إن كلنا جميعا وبلا استثناء لا يفقد منا أحد من نعمة وعطية الحياة الأبدية، وهو ده الخير اللي مختارين علشان عنوانه النهاردة. وأمين كلنا ندخل كنعان السماء اللي زينتها الرب يسوع، والرب يبارك. أختي نهال بشكرك، قبل ما تسيبينا أنت ذكرتي أن كنيسة مانشستر بتصلي من أجل أسرة الراحل الغالي الابن الأسيس صامويل، وده اللي كنت طلبته من كل شركاء الصلاة في برنامج الصلاة. دي مسؤوليتنا أننا نصلي من أجل الأسرة، فأنا بشكرك من أجل صلاتك من أجل أسرته، وبطلب منك أنك تكملوا صلاة من أجله، وبطلب من أحبائي اللي بيشاهدونا في كل مكان من فضلكم صلوا من أجل أسرة الراحل اللي سبقنا للسماء، ابننا الغالي وأحد الخدام اللي خدم في قناة الحرية، الأسيس صامويل بنيامين. شكرا ليكي، شكرا ليكي مرة تانية أختي الغالية نهال. معنا الأخ ناصري من مصر، أهلا بيكي أخ ناصري. تليفون وقع. أهلا بيكي أخ ناصري، تفضل أنت على الهواء. اهلا بك دكتور كرام، حضرتك سامعني؟ سامعك كويس دلوقتي يا اخي ناصر. حضرتك عامل ايه؟ نشكر ربي يا اخي ناصر. طمنتك وانا عارف انت بتوصل السلام من اجل انت وحبايبك. امين، احنا بنصلي لك. امين. حضرتك انا كنت في المستشفى وقالوا لي في ورم ثاني احتمال نشيله لك، والالم بيقطعني، فعايز حبايبك واصدقائك وكل اللي بحبوني وحبوا المسيح يرفعون صلاتهم من أجل الألم يخف، ربنا يشيله عني، إما يشيله عني يا دكتور إكرام، إما يكون في حضنه. كفاية أنا ما أنتش متحمل. الرب صالح يا أخي ناصري، الرب صالح، الرب صالح للأبد رحمته. نعم أمين. أمين. بس أنا بوضح أنا فعلا مش قادر أتحمل الألم اللي أنا عايش فيه يا دكتور إكرام باسم يسوع. ألم رهيب رهيب رهيب، لا نفع مسكنات ولا نفع حاجة، ومش عارف أعمل إيه. أنا متشعبط ومتشعلة فقط، وواثق إن هو يخفف عني الألم، يا إما ياخدني في حضنه. كفاية كده، أنا راجل سني 61 سنة، كفاية شبعت من الدنيا، ياخدني في حضنه يريحني، ياخدني أتكي على صدره، ياخدني أسجد عند قدميه، ياخدني. أخي نصري هنصلي دلوقتي. أخي مازن من فضلك صلي من أجل الأخ نصري. أمين. أنا بحب أشجع الأخ نصري فضل. وأنا شاعر هيك بالألم اللي أنت بتقوله أخ نصري، بدي أشجعك بدل ما توجه الكلام إلنا عن الله، تعال أنا وياك نتحد ونوجه كلامنا لله، وحضرتك أنت بتتكلم مع الله وتقول له اللي في قلبك، وبنفس الوقت تضع ثقتك الكاملة فيه، لأنه هو اللي قال عن نفسه أنا هو الرب شافيك، وهو اللي قادر يشفي روحيا ويشفي نفسيا ويشفي عاطفيا ويشفي جسديا ويشفي ماديا، هو الإله الشافي. يا رب احنا منوجه انظرنا اعيننا اليك في هذه اللحظات. يا رب انا جاي بتحد مع الدكتور اكرام واخوي الاخ نصري، وبعلن يا رب صلاحك، بعلن انك انت الصالح، بعلن انك انت الشافي، بعلن انك انت الطبيب الاعظم. شكرا يا رب لانه من عندك وفيك الشفاء، أنت هو الرب شافينا. بصلي باسم الرب يسوع، يا رب أنت شايف قلب أخوي، وأنت اللي فيك ومنك وعندك الراحة. بصلي باسم الرب يسوع أنك أنت تعطيه الآن راحة في أفكاره، راحة في قلبه، راحة في جسده، وأنك أنت يا رب تشيل عنه كل ألم وكل وجع بحسب مشيئتك الصالحة أيها السيد الرب، اللي أنت من خلال وعدك قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الآن أعطي ابنك عبدك راحة وسلام باسم يسوع، ولكل المجد إلى الأبد. آمين 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 آمين. أخي مازن الوقت بيجري بسرعة، وأنا عارف إن على قلبك حاجات كتير. إيه آخر رسالة على قلبك توصلها قبل ما نصلي من أجل طلبات الصلاة الكتيرة الحقيقة اللي جاتنا على الهواء؟ إيه على قلبك دكتور إكرام؟ لربما النقطة المركزية من ثلاث كلمات حطيناهم عنوان للحلقة، وبصلي يكونوا وصلوا لقلوب كثيرين، ما يكونوش بس عنوان لحلقة، إني أحلك
للخير. ثلاث كلمات. نعم. ثلاث كلمات. في وسط هذه الثلاث كلمات أحلك. نعم. وإذا بترجع لأصل كلمة أحلك هي حل. أي إنه حلول. أي إنه في حل لمشكلة أو حل لرباط أو حل لمشكلة معقدة من سنين. اسمع، روعة إله الحي إنه هو حلال المشاكل. هاليلويا. روعة إله العظيم إنه عنده للموت مخارج. مش كلام بقول لك إياه، لا، هذا هو اختبار حقيقي مبني على وعود وعهود حية بقالها ألفات السنين تتحقق وما زالت تتحقق. اسمع، هو يريد أنه يحلك للخير، بس الحل مش أنا أقول لك إيش الحل، لا، الحل إنك أنت تلجأ إليه وتقول له أنا جاي أطلبك يا حلال المشاكل. إن كنت أنت مؤمن بقالك سنين، اسمع، الحل فيه قبل ما يكون الحل من عنده، الحل في شخصه قبل ما يكون الحل من عنده، الحل في كلمته قبل ما يكون الحل من عند الأطباء الخارجيين. عشان هيك جاي أقول لك، إذا عندي رسالة إليك في هذا اليوم، الرب يريد أن يحلك للخير، مش بكرة، اليوم، إذا أنت بتيجي وبتضع كل ثقتك فيه وبتحط كل أملك ورجائك وعزاك وضيقاتك وأحمالك وهمومك عليه. اسمع، قال عنه الكتاب إنه هو مؤتي الأغاني، قال عنه الكتاب إنه في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. نعم. تعرف في مين؟ في شخصه المبارك. إذا أنت بتيجي بتقول له يا مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني. نعم. أنا جاي لك في هذا اليوم، مش جاي بشعار أغنية أو شعار ترنيمة أو شعار طقس أنا تعلمته أو شعار صلوة معينة قالوا لي صليها. إحنا ما عنا إله إنه بس بعطي سكوك، أو إنه زي بعض الأحبة من خلفية غير مسيحية أسيس عندهم بيعملوا زي حجابات وبيعملوا أمور. إحنا ما عنا وصفات من هذا النوع. أنا عندي إله اسمه يسوع، هو حلال المشاكل اللي أنا بعرفه، جاي أقول لك أعرفك عليه، مش لأني بدي أشجعك تغير ديانتك أو تغير طائفتك، لا، أنا بدي أعرفك على شخص متوفر إلك، هو عايز يحلك للخير. أمين. في هذا اليوم. أمين. وبصلي في هذه اللحظات. اسمع، كثير من الأحيان بنتكلم عن الحلول، بس خليني أقول لك، طب إزاي أنا تتحل مشكلتي؟ بتعرف إزاي؟ إنك أنت تركض إليه بكل ما عندك، بكل ما فيك، وتقول له أنا جاي، ما عندي شيء، أنا جاي أقدم لك نفسي، وجاي أقول لك أنا عايزك، تعال أنر في قلبي نورك العجيب. أمين. بس قل له بكل بساطة، هو سامعك، هو عارف وقادر وعايز. ها أنا ده واقف على الباب وأقرع. هو واقف على باب قلبك، وهو اللي بيقرع، هو اللي عايز إنه يدخل لجوه، بس ما عليك إلا أنت تيجي وتفتح قلبك. واسمع، مش كلمات تقولها، لا، هي تعبير قلبي، إنك فعلا ترفع قلبك إليه وتقول له أنا طالبك أنت، مش طالب منك، مش جاي أقول لك أنا طالبك بس عشان تحللي مشكلتي أو تحللي ظرفي أو ترجع لي سلامي، لا، أنا جاي أطلبك لأنه فتشت في الدنيا فلم أجد أي صديق. أمين. بحثت عن خل وفي، بحثت عن الرفيق ولم أجد إلاك يسوع. هللويا. مفيش غير يسوع، هو الحل ومنه الحل وفي كل الحلول. أمين. في هذا اليوم خليني أقتبس منك وأكرر عبارة، أكثر عبارة أنا بقولها، يسوع هو الحل. هللويا. لو أنا كان ينفع أنزل في انتخابات مجلس شعب في مصر وحط يفط، مش هكتب فيها غير يسوع هو الحل. عاوز حل؟ الحل هو يسوع. هللويا. عاوز حل لمشكلتك؟ يسوع هو الحل. عاوز حل لبيتك؟ يسوع هو الحل. في ناس تانية قالوا الفلوس هي الحل، في ناس تانية قالوا الهجرة هي الحل، في ناس تانية قالوا الإظلام هو الحل. يقولوا زي ما يقولوا، لكن أنا بعلن وبضم صوتي لصوت أخويا مازن من كل قلبي، ما فيش حل غير يسوع. عاوزها تتحل؟ تعال ليسوع. هللويا. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أزمنة الفرج من عند الرب. بتقول افرجها؟ يسوع بس اللي عنده الحل. دي الرسالة، دي رسالتنا ليك النهاردة. عاوز خير؟ اختار يسوع.
والرسالة دي لكل الناس. احنا مش بنكلم المسيحيين بالاسم، المسيح على الصليب ما ماتش من أجل المسيحيين بالاسم، لكن مات من أجل كل العالم، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. أخي مازن اسمح لي أشارك بطلبات الصلاة. أمين. نصلي لها وبعد كده خلينا نعظم يسوع. هللويا. ونعظم اسم يسوع ونعلن للكل مفيش غيره، مفيش اسم تاني. هللويا. تحت السماء به ينبغي أن نخلص غير اسم يسوع، مفيش حل غير عند يسوع. أصرخ قل له يا يسوع هتلقى الحل، بس أصرخ من كل قلبك. هللويا. جاتنا طلبات صلاة أثناء البرنامج بذكرها أمامكم، وياريت كل شركاء الصلاة في كل مكان يسجلوا هذه الطلبات ويصلوا من أجلها. صلاة من أجل مينا عنده مشاكل في الشغل، يتدخل الرب ويحلها. أمين. صلاة من أجل صمويل أن الرب يديله نسل. أمين. يديك الرب نسل يا صمويل. وبصلي من أجل كل زوج وزوجة ما عندهمش نسل، يا رب امنحهم أنهم يكونوا أب وأم، يا رب اديهم نسل من عندك أيها الرب إلهنا. طلبت صلاة من أجل ميري عندها تعب في القلب، وصلاة من أجل أولادها للشفاء من أمراض والارتباط وباب الرزق والمشاكل الزوجية. أمين. صلاة من أجل مدنا الرب يديها نسل. بصلي يا رب، بصلي يا رب من أجل كل زوج وزوج. أنت يا رب اللي اديت العاقر ولدت بنين، شبعت بنين. أنت يا رب تدي، يا رب أنت تدي من عندك. طلبت صلاة من أجل إيريني الرب كتير قوي طلبات من أجل نسل. أمين يا رب، افتح الأرحام النهاردة، المس يا رب البنين ميراث من عندك يا رب. يسمع لك الرب ويستجيب، يرى مزلتك ويعطيك سؤل قلبه، ميراث بنين من عنده وبنات يمجدوا اسمه. طلبت صلاة من أجل أماني عندها أورام وسرطان. تعال يا رب لمسة شفاء لأماني، تعال اشفي، أنت الإله القدير يا رب. لمسة شفاء من عندك، كل مريض بالكانسر بيشاهدني يا رب، تعال بزيارة خاصة لي والمسه بيمينك القوية القادرة. طلبت صلاة من أجل بنت الرب، أخوها بيعاني من ألم شديد، أن الرب يلمسه ويخفف عنه. أمين. طلبت صلاة من أجل غادة للشفاء من الكانسر. يا رب زور غادة يا رب، وقول للكانسر أقف، قول للكانسر أنا بأمرك إنك تختفي، يختفي كل كانسر، كل ورم سرطاني يا رب من جسد غادة ومن جسد كل مريض بالكانسر بيصلي ليك يا سيد الرب الآن. طلبت صلاة من أجل حياتي أنا وزوجي، عندنا ربنا يبعد المشاكل. تعال يا رب وادخل كل بيت يا رب، كل بيت ما فيهوش سلام، كل بيت إبليس محطمه، تعال املاه بسلامك يا رب. طلبت صلاة من أجل إيهاب عنده تعب في صدره، الرب يلمسك ويشفيك يا إيهاب. طلبت صلاة من أجل أولاد الرب بينهم مشاكل وكراهية، ربنا يتدخل في مشاكل، في كراهية، في إبليس. لا ده إبليس مش بيحارب، ده إبليس مالك. صلوا اطردوا إبليس من بينكم وخلي يسوع يدخل بيتكم بسلامه بفرحه. طلبت صلاة من أجل أبو ديانا إن الرب يحل بسلامه القلب. أمين. طلبت صلاة من أجل ابن الرب يشفي ودنه ومن أجل الارتباط. طلبت صلاة من أجل بنت الرب شفاء للكلى والقلب والمعدة، أنت الطبيب العظيم، زور كل مريض والمسه بلمسة شفاء. طلبت صلاة من أجل أماني أمين بتنزف صلاة إن ما يطلعش أي أورام سرطانية، ربنا يطمنك يا أماني. أكتفي بهذه الطلبات، وكل طلبة جاية بحطها قدامك يا رب. هللويا. مدي إيدك اتمجد، أنت الأمل وأنت الرجاء،
واثقين فيك واثقين انك بتسمع وتستجيب. هنشوف معجزات، هنشوف ايات، عندك الحلول يا رب. انت وعدت احلك للخير، انت الحلال يا رب، وانت المخلص، وانت الرجاء. بشكرك لانك بتسمع وتستجيب، ليك كل المجد. امين. اخويا مازن بشكرك. شكرا يا يسوع. بشكرك من اجل وجودك، باركنا بوجودك. احبائي خلونا نختم واحنا بنسبح واحنا بنرنم. شاركوا اخويا مازن الترنيم، خلي صوت الترنيم يدوف بيتك ويطرد كل حزن خارج بيتك. خلونا نختم واحنا بنرنم لإلهنا العظيم المبارك. قالوا كتير فين الخير، قالوا كتير فين الخير، وانت الخير وانا عايش فيه. قولها. قالوا كتير فين الخير، قالوا كتير فين الخير، يسوع الخير وانا عايش فيه. يا مقتل اغاني دي ليلي واحزاني، يا مقتل اغاني دي ليلي واحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع الخير.
يتذكر ماضي الأحسان. هل من مرة منع الجود أو بيت يوم أبدا؟ قولوا للصديق أعود واتذكر ماضي الأحسان. هل من مرة منع الجود أو بيت في يوم حاشا لكن باعت حالا حوالينا.